مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه والانطلاقه لشوط اخر من اشواط التحدي والاثاره. وشوطنا الذي ينطلق هو الشوط اذا العاشر في مجموع الاشواط، والشوط العاشر الخاص بالحول المهجنات الاصايل لاصحاب السمو الشوخ على ارضيه هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي المسائي الجميل. نتابع مجريات واحداث هذا الشوط على ارضيه هذا الميدان مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الصدارة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط تأتي علاق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير. المركز الثاني وتاتي طرف لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم منصور بن سعيد بن منانه في التضمير. وعلى المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان مع سعيد بن مبارك لوهيبي مع معراض على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع وتاتي من الجانب الاخر هنا في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ربشه مع سيف بن احمد بن خريده ونجده. على المركز الخامس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج الهايري في التضمير. وعلى المركز السادس تأتينا نجدة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لنيبي. وفي المركز السابع، سابع الانطلاقات والتحديات هنا مقصصة وملكيتها لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وفي التضمير سيد سعيد بن عبيد الحميري. ومن الجانب الآخر غزل، غزل من تصل في هذه اللحظات على المركز الثامن لسمو الشيخ احمد بن مكتوم بن جمعه المكتوم ومع سلطان بن سيف المقبالي. غرام تاتينا بهذه الانطلاقه الجميله على تاسع المراكز لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن حميدان. وفي المركز العاشر تاتي نشوه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج الهايري في تضميرها. هذه نتائجنا للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق الجميل هو التحدي الرائع على أرضية هذا الميدان. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى علاج من تسلمت زمام الأمور والصدارة، والمركز الأول وصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري الذي سجل ثلاث نقاط متتالية هو سوبر هاتريك في هذه الأمسية، ويطالب أيضا بالسوبر هاتريك. سجل هاتريك ويطالب بالسوبر هاتريك. هناك معراج من تأتي على المركز الثاني لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك بن سالم لويبي في التضمير. وعلى المركز الثالث وصلت هنا ترف، ترف لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. يضمر ترف السيد سالم بن سعيد منصور بن سعيد بن منانه مشاهدينا الكرام على المركز الثالث. وفي المركز الرابع ربشه، الربشه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده سيف بن احمد بن خريده. وعلى المركز الخامس نجده لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده سعيد بن سالم لنيبي. وعلى المركز هذه اللحظات السادس تاتي نشوه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وبقياده
ولدت هنا في هذه اللحظات. عمر بن مطر بن لاحج الهايري من تاتي على المركز السادس، وفي المركز السابع غرام لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع محمد بن عبد الله بن حميدان، وفي المركز الثامن تصريمه لسمو الشيخ راشد بن احمد بن مكتوم المكتوم مع حميد بن بدر العليلي، وعاشر المراكز نقدر لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع المضمر عمر بن مطر بن لاحج الهايري. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التحدي، إلى علاج. علاج على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. أرى ربشة من الجانب الثاني أيضا، بتربش الجماهير، بتربش المشاركين، ولكن نشوة تتسلل، نشوة لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع عمر بن مطر من لاحق في التضمير من تأتي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث تأتي نقدة على ثالثي المراكز، ولكن ربشة 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 ربشة، وهناك ترف 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 تتسلل من الجانب الآخر لسمو شيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع منصور بن سعيد بن منانة، وربشة رابعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سيف بن أحمد بن خريدة، وهنا أيضا نجد من تأتينا على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم النبي المركز السادس، وتصل في هذه اللحظات مقصصة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، واقترب الحول من بعضهن بعض وبدأ يختلط الحامل بالنابل. ريمة لسمو الشيخ راشد بن احمد بن مكتوم المكتوم مع حميد بن بدر العليلي ايضا تنضم الى الكوكبة، وهنا ايضا تأتينا بهذه اللحظات والتدخل الجميل ايضا من غرام لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن حميدان، وهناك التسلل ايضا القادم من معراق لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك لوهيبي. ولكن بعود إلى الصدارة، بعود مع الألف ومئتين متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، وترف ترف على الصدارة، ترف على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم منصور بن سعيد بن منانة. من يتابع ترف على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. علاج عادت، علاج عادت إلى صلب المنافسة، عادت لانتزاع حقوقها المنهوبة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وهناك نشوة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج في التضمير، وريمة ريمة رابعة لسمو الشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم المكتوم مع حميد بن بدر العليلي. رباعية رباعية جميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، رباعية الأداء، رباعية التحدي، رباعية 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 بقيادة علاج، بقيادة علاج، وهناك نشوة تتسلل علاج ونشوة السلوم والتشوى، نشوة من تسللت على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، نشوة على الصدارة، على المركز الأول لسمو سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عمر بن مطر بن لاحج. وهنا المركز الثاني ترف
لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، منصور بن سعيد بن منانه في التضمير وعلى المركز الثالث تاتي ريمه لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم، راشد بن احمد بن مكتوم المكتوم مع احمد بن بدر العليلي. ولكن اللحظات الاخيره اللحظات الاخيره نشوه نشوه نشوه، والمره الثالثه تهانينا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم والعمار بن مطر باللاحج المركز الثاني من نصيب اللي ترف لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم ريمه، سمو الشيخ راشد بن احمد المكتوم ثالثا رابعا علاقة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم غرام، خامسا سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مركز السادس، سمو الشيخ سابق اليوم سيف ال نهيان سابعا لسمو الشيخ حمد مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. ونعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام ولحظه وصوله هنا اذا نشوه بتسع دقائق 39 ثانيه سبع اجزاء من الثانيه. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا لعمر بن مطر باللاحج. اما المركز الثاني فكان من نصيب ترف لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، وتهنيه المنصور بن سعيد المنانه. تسع دقائق 40 ثانيه وفاء وتماما وكمالا وثالثا.